وجامدين وما فيش اللحم طبعا. منورني طبعا يا حسن، وعيد سعيد عليك. ربنا يخليكي، وكل سنه وانت طيبه، وكل سنه والشعب المصري كله طيبين، وان شاء الله يكون عيد جميل كده على الشعب المصري ان شاء يا رب الله. وانت طيب حبيبه قلبي، ربنا يخليك. بعد كم الترندات دي ما شاء الله، يعني نقدر نقول عالمي بقى براحتنا. لا لسه، ده لسه بدايه، ده لسه اول خطوه دي اخدها في حياتي. الظروف الصعبه عملت ايه في حسن شاكوش؟ بداية الصعبة كانت لما كنت بلعب كورة يعني، وجي ظروف عليا كده ان انا ما كنتش قادر اكمل في الـ في الـ في النادي وفي الكورة بالذات بسبب الحالة المادية يعني. كنت بتلعب في انهي مركز في الملعب؟ كنت بلعب مساك. مساك. طب انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا اهلاوي اسماعيلاوي. اهلاوي اسماعيلاوي. طب مين بقى من المحترفين دلوقتي كانوا زمايلك وانت بتلعب؟ هو يعتبر يعني اصغر مني، وكان بس كان معاه في النادي، احمد حجازي. ايه بقى اللي خلاك تغير من الكوره للغنى؟ انا كنت اصلا كان والدي الله يرحمه كان بيغني، بس احنا عشان كنا صعايده وكده ما كانش ينفع عندنا طبعا حد يغني. بيغني والكلام ده، كان جدودي كانوا شداد شويه، جدي موسى وجدي حسن يعلنوا عليك الحد. لا على ابويا بقى. هياخدوا الطاقه. انا كنت لسه ما جيتش. كان على ابويا بقى، كانوا يقولوا له لو شفناك في فرح هنطخك بالنار. بس مين اكتر حد شجعك على الغنى؟ يعني اكتر حد قال لك لا على فكره يا حسن انت صوتك حلو جدا؟ صحابي والناس الكبيره اللي كانوا في بلاق، وفي نفس الوقت والدي. طب انت غنيت كلاسيك وغنيت الوان كتير وشعبي عادي، بس انت ليه اكتر حاجه نجحت فيها المهرجانات؟ انا كان واحد صاحبي قال لي في مزيكا انا حاسس ان انت عملت عليها غنوه هتكسر الدنيا. فانا خدت الاغنيه، انا كنت بحب الفنان طبعا رحمه الله عليه محمد العجوز. فكنت انا بحب اغنيه اشكرك اوعدك. اشكرك اوعدك اوعدك. فانا اخدتها رحت مغنيه على المزيكا. فطبعا كان لسه بقى لابتوب، كنا بنسجل على لابتوب والكلام ده، كان الصوت بيطلع 90% بايظ، بس كان الصوت برضو واضح شويه والمزيكا والكلام ده. فاخدت الاغنيه رحت عندي واحد صاحبي، قعدنا بالظبط يومين مثلا نسجل الغنوه ديت، ورحنا الاغنيه دي نزلت. فناس صحابي ما عملتش عملت ايه وعملت، قلت لهم انا عملت غنوه جامده قوي ومش عارف ايه، وبقالنا يومين بنسجلها. ابتديت ان انا بقى ما كانش فيه بقى ولا يوتيوب ولا في الكلام ده، ابتديت ان احنا نبعتها لبعض على التليفونات. ايام التليفونات الصيني اللي هي كانت طالعه ديت، ابتدوا بقى ان بتوع الديجيهات ياخدوا الاغنيه يحطوها على الفلاشه عندهم، ابتدوا ان انا ايه الاغاني ان انا سمعت الاغنيه دي اشكرك اوعدك ومش عارف ايه. وبعد كده الفنان محمد رمضان راح واخدها في مسلسل في فيلم قلب الاسد. لما كان هو ماهر عصام ركبيه العربيه. ابتدت واحده واحده، ابتديت ان انا عملت اغاني، ودي كانت اول غنوه ليا يعني. مشاهدينا عيدنا اكيد احلى.